ودعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، يقف المتطوعون من أبناء الوطن صفا واحدا متماسكا ويضربون أروع الأمثلة بكافة المجالات الحيوية ويساندون فريق البحرين في مواجهة الجائحة. لا يزال المتطوعون يضربون الأمثلة في العطاء لصالح الوطن، فكلما ذهبت لمكان قابلتهم يعملون بلا كلل كخالية نحل للتصدي لفيروس كورونا من أجل أرض حبيبة عاشوا تحت ظلالها وعمارها. إحنا متطوعين اليوم في هالمكان واقفين كحاجز منيع عشان نتصدى لهالفيروس من أنه يوصل حق الأطفال وحق كبار السن اللي في المجتمع، لأن البحرين تستاهل وكلنا فدا البحرين. الحمد لله إحنا تحت أمرة قيادتنا الرشيدة، طبعا مشكورة مقدمة لنا كل التسهيلات وكل الإمكانيات اللي إحنا تخلينا أن نكون إن شاء الله عند حسن ظن الجميع. فالله يحفظ ان شاء الله مملكه البحرين من كل سوء. طبعا احنا قاعدين نسوي الشيء في خدمه مملكتنا الحبيبه، واحنا كشعب لازم نساعد الحكومه، نساعد مملكتنا الحبيبه في هذا الشيء، ولازم احنا يعني بكل طرق ما او امكانيات اللي احنا نقدر نسويه باستطاعتنا نقدر نسويه. الفخر والاعتزاز هو لسان حال كل من قابلتهم كاميرا مركز الأخبار في شتى مجالات التطوع، مؤكدين جميعهم أن هذا النداء نابع من روح المسؤولية والوقوف مع الوطن. الوطن وجه النداء كل أبنائه حريصين في سبيل أنهم يتطوعون في خدمة هذا الوطن. الوطن غالي والوطن احتاج لأبنائه، فبالتالي من المهم ومن الضروري الكل يتطوع في سبيل حماية الوطن. احنا فريق الدعم الفني المتطوعين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نتكون من ثلاث أفرقة، فريق موجودين في أرض المعارض، وفريق موجودين في مطار البحرين، وفريق موجودين في مركز الاتصالات ترابل فور. إذا الوطن نودة احنا نلبي له، والحمد لله هاي فرصة جاتني وقدرت ان انا لبي الواجب واخدم وطني، والحمد لله على كل شيء، وان شاء الله الله يعدي هالجائحة على خير. البحرين تستاهل وتستحق ان نضحي عشانها، فهي اللي قدمت لنا التعليم والرعاية الصحية طول حياتنا، ففي هالمرحلة احنا نساهم بالشيء القليل ونكون في الصفوف الامامية للتصدي حق جائحة كورونا. هذه القيم النبيلة قيم متجذرة ومتآصلة في ضمير أبناء البحرين منذ عقود تجاه الوطن، حيث تراهم حاملين على عاتقهم القيم الأصيلة التي تربوا عليها وتعلموها، وتكون البحرين أقوى وأجمل بعد كل تحد جديد. فهنيئا لمن اختاروا رحلة العمل التطوعي ومرافقة فريق البحرين. مواطنة حقيقية وروح وطنية يبذلها أبناء الوطن المتطوعون في كافة المجالات لمكافحة فيروس كورونا، فما أبداه المتطوعون اليوم هو محل فخر واعتزاز لكل بحريني في تسطير أقوى أنواع الترابط المجتمعي في مكافحة والتصدي لهذا الفيروس. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.